السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ أنا اسمي باني. أوه لا 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 لا، هذه مفاجأة لك، كان محضرينها. اتصال مهم جدا. المتصلة ابنة بشار عبد العزيز. الله أترككم هذا الاتصال مع بانا. محضرين لك اتصال، هذه مفاجأة. أنت تقول لي اتصالات وهذا، قلنا لك بانا. كيف حالك يا بانا؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. دائما تابعين بابا بشار؟ كل أسبوع. كل أسبوع برنامج إيش؟ النجوم. أيوة. وقبله برنامج إيش؟ عالمي. عالمي. ما شاء الله تبارك. بانا معاك على الخط، نعطيها سؤال. بعطيك سؤال يا بانا. لا لا تسأل، أنت تفهم معاها. أصبروا، ما أدري إيش فيه. بانا تبارك الله كانت من المفروض الأسبوع اللي راح أنها كانت هي اللي تيجي تطبخ لنا الطبخة. وحاولنا معها بكل الطرق وكل الإغراءات، وأعطاها بشار الفلوس وأعطاها كذا. ليش ما جيت يا بانا معنا الاستوديو؟ المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. يعني السبب القادم ننتظرك عشان يكون صالح نرسله الجنوب يروح للتمشي. بس بشار الله يسعدك يا بانا ويجعل الظهر أصبر أصبر عنوان. أصبر أصبر بش... شيك ساكت بشار. لا يعني قولوا لي طبعا عشان أعرف يعني كده فجأة. هلا بانا. هلا والله. الله أكبر. لا لا صدق بانا، أبغى رسالة كده جميلة منك على الهواء مباشرة. ما عمرك قلتيها البابا، قوليها الحين قدام الناس كلهم يسمعون. يلا ايش تقولين له؟ عيد السؤال ثاني. قولي له ها بانا، ايش تقولين لبابا يا بانا؟ يلا ايش تقولين لبابا قدام الناس كلهم؟ اقول له احبك وشكرا انك دائما تساعدني في اشيائي. ما شاء الله. يا سلام يا سلام. وانت ايش تقول لها بانا على الهواء مباشرة كذا، رسالة منك الى قلب بانا؟ هذه بنت ابيها يا شيخ. ما قدر يعبر والله. لا يعني أقول لها أنا كمان أحبك وشكرا دائما أنك أنت تستحمليني، أنا أكون دائما مشغول وماجي يعني أنام جنبها دائما أنومها، بس إن شاء الله أشد حيلي ما تتعب إلا من أجلها. أي أيوة والله. بس خلينا ناخذ منها كلمة. أنا تبارك الرحمن نعمة تربية بانا حبيبي. أنت تعيدينا أنه بإذن الله تجينا للبرنامج، تجي معنا إن شاء الله السبت القادم ان شاء الله. الله يرضى عنك ويسعدك، انت ذخر وفخر وعنوان للادب. خلاص بانا تدخل السحب طوالي، ما يحتاج سؤال، ما يحتاج. اوف مبروك يا بانا، دخلت السحب لانك اجبت اجابه سليمه في مقولتك يا ابوك. اهلا وسهلا. طيب ادوك.